السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنحتاج في هاد الفكرة هاد الكرتونة بهاد المقياس 7.5 سنتيم على 4 سنتيم، وغنقطعوها يعني إلى قطعتين بهاد الشكل كما كتلاحظوا. ونحتاج كذلك لهاد الورق الملون بهاد المقياس 33 سنتيم على 7 سنتيم. ناخذ هذه القطعه الصغيره ديال الكرتون ونضيف لها الشمع بمسدس الشمع بهذا الشكل، من بعد غنلصقوها على الورق الملون، انظروها عليه بهذا الشكل كما كتشوفوا امامكم، يعني غنحاولوا ندورها كامله وغنضيفوا يعني هنايا الشمع في الجوانب. وغنحاولوا ندوروها هكا بهذا الشكل مزيان حتى نكملوها كامله. وكما كتشوفوا نتحصلوا على هذا الشكل. ودابا غناخدو هاد القطعة الثانية، نحاولو يعني نكبرو فيها واحد شوية الموس هاد الشكل، وغندخلوها في الورق الملون ونتحصلو على هاد الشكل. بعد غناخدو هاديك القطعة ونضيفو لها الشمع كامل ونغلفوها بهاد الورق الملون باش تعطينا يعني واحد المنظر زوين وما يبان ليناش هذاك الكرتون هذا الشكل. من بعد ناخذ القطبان ديالنا وغندوروهم يعني القطعه او الورق الملون اللي قدينا من قبل، ناخذ هذا المطاط او اللاستيك وغنربطو به يعني ربطوها على القطبان ديالنا ونحاولوا نستفوهم باش يعني يجيو متساويين بهذا الشكل اللي كتشوفوا امامكم، ونقادوهم مزيان كما كتلاحظوا. بعد غنحطوهم في الطاوله وندوروهم بهذا الشكل، وناخذوا القطعه اللي قدينا وغندخلوها يعني في وسط ديال القطبان، ونحاولوا اننا يعني ندخلوها في الورق الملون اللي قدينا بهذا الشكل. غندخلوها يعني ملي نتاكدوا انها دخلات نتحصلوا على هذا الشكل. غنحاولوا دابا اننا نقلبوها وغنديروا الشمع يعني القطبان ديالنا باش ما يتحيدوش باش يتمسكوا مزيان بهذا الشكل. الان غندوزو يعني المرحله ديال التزيين، وغنحتاجو يعني لهاد العقيق، ولا كل واحد يقدر يعني ناخذ هذا الشريط منه. غنحاول نزين به هنايا هاد المكان، نديرو هنايا في الوسط وغنلصقو بالشمع كما كتشوفو، وغنحاول انه يكون في الوسط باش يعطينا واحد المنظر زوين. من بعد يعني ما كنلصقوه غنحاول انني نضيف واحد المسخرة لهاد الورق الملون بهذا الشكل كما كتلاحظوا الدائره. من بعد غناخذوا هذه العقيقه الصغيره غنضيفها هنايا في الوسط كتعطي واحد المنظر زوين، يعني كل واحد يعني والاختيار ديالو. انا اختاريت هاد الحوايج باش نزين، وفي الاخير غناخذوا هاد العقيق الصغير الالوان ونلصقوه باللصاق على القطبان ديالنا، وغنخلفوهم احمر واخضر وبيض بهذا الشكل كما كتلاحظوا، وكنتحصلوا على هذا الشكل
نتمنى يعجبكم.